ما لي أرى الكون بالأعلى. نجوم سنتعرف عليهم أكثر من خلال مواهبهم الرائعة، أصواتهم الجميلة والندية، يطلبون العيش. سمعنا العديد من أعمالهم وتعرفنا على مواهبهم. لا نبالي بالطغى. هنتعرف عليهم أكثر من خلال حياتهم الشخصية. نشيد جميل ورائع ودائما ما يترنم بي عبد الفتاح عيني. شفت الزمن كل عبر في طلتك يا يوم. وأسرار هذه الموهبة التي وصلوا إليها حتى في أدق تفاصيل أسرارهم يا يوم. برنامج الخيمة تابعونا كل ثلاثاء من كل أسبوع في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة. لقاء الود والأشجان بكل الحب في نادان، ويحلو الوعد في الخيمة على الميعاد والأزمان.